طلابنا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوعنا اليوم يحكي عن الكوزيتيف فيربس اللي هم الافعال السببيه. الافعال السببيه اللي عندي بمنهج السادس هاف جيت ميك، وشلون نستخدمهم. طبعا الافعال السببيه هو نستخدمهم عندما يتم فعل شيء ما لشخص ما. شلون يعني؟ يعني شخص ما، مثلا اني شخص ما غسل سيارتي، فانا بالنتيجه شنو حصلت على سيارتي؟ شبيهه، نظيفه، مغسوله. هذا معنى الافعال السببيه، كمعنى طبعا دقيق لهم بالجمله ما لهم، لكن يكون الصيغه مالته او المعنى مالته قريب الصيغه المبني المجهول. مثلا شخص ما او شخص ما سرق حاسوبي، فانا بالنتيجه شنو انه انسرق حاسوبي. اذا تم فعل شيء ما لمن؟ إلي أني المتأثر، سواء بالإيجاب أو بالسلب راح أكون فاعل بالجملة. هاي الطريقة حسب المعنى، لكن بالوزارة شلون يجينا وشلون نحل بأقل قدر من المعنى حسب الدلائل. أوكي، طبعا عندي have get make راح يتقسمون لي لمن؟ إلى قاعدتين. القاعدة الأولى اللي تخص لي منه تخص have و get، راح نشتغل عليها من؟ على قاعدة واحد ودلائلها واحد واستخدامها واحد. أما القاعدة الثانية راح تكون الحلقة القادمة إن شاء الله تخص قاعدة make. هسه راح نبدأ بالحلقة الأولى have و get وقاعدتها الأولى وشلون نستخدمها. لو تشوفون أعزائي الطلبة عند القاعدة هنا شو تقول؟ فاعل اللي هي قاعدة have و get زائدا have أو get. استاذ شو هنا كاتب had و got. طبعا موضوع هنا الأفعال السببية هو يجي ويا كل الأزمنة، لكن المنهج السادس مختص لي فقط بالزمن الماضي، يريد بيا زمن فقط بالماضي. فاحنا كقاعده هي هاف وجيت، لكن بالحل بمكان الهاف نستخدم ماضيه هاد، ومكان الجيت نستخدم ماضيه جوت. يعني هاف وجيت ما راح نستخدمهم بالحل، ايش نستخدم؟ ماضيهم ومكانهم هاد وجوت. زين استاذ ليش كاتبهم بالقاعده؟ هسه من نحل اوضح لكم ليش كتبناهم بالقاعده. مثل ما قلنا فاعل هاد او جوت، بعد ان حولناهم للماضي لان الموضوع يجينا وين؟ فقط بالماضي. وراء مفعول به، بعد المفعول به تصريف ثالث للفعل. يعني الحل النتيجه مالتي لازم يكون حسب هاي القاعده. اوكي استاذ، شلون يجيني السؤال على القاعده الاولى واعرفه حسب القاعده الاولى؟ طبعا السؤال على القاعده الاولى راح تجيني ثلاث اصناف او ثلاث نوعيات من الاسئله بالوزاري، كلهم ينحلون على القاعده الاولى، لكن فرق ملاحظات بسيطه بيهم. النوع الاول من يقول لي مثلا بالمثال هذا she asked somebody to fix the computer، بين قوسين rewrite in the correct form of have، أعد كتابة الجملة بالشكل الصحيح من have. هذا يا موضوع الأفعال السببية، مثل ما تلاحظون ما قال لي causative verbs، ما قال لي أفعال سببية استخدم، لا حدد لي شنو واحد من ذول الأفعال اللي have. إذا شو يريدنا استخدم؟ استخدم الفعل have كفعل سببي. يعني يا قاعدة قاعدة واحد. اوكي، شلون عرفنا هذا الموضوع مالتي؟ من المنطوق قال لي استخدم هاف، اذا يريد مني قاعده واحد، دائما الموضوع بالزمن الماضي، يعني الجمله اللي يعطيني اياها شو تكون؟ ماضي، وانا احولها لمن؟ حسب هاي القاعده اللي هي على الافعال السببيه بالزمن الماضي. اوكي، شلون احل هذا التمرين؟ اول طريقه اللي تجيني بالوزاري على هذا الموضوع انه يذكر لي عباره asked وراها اسم او شيء ما to. هذا أول دليل، إذا ذكر لي بالجملة asked somebody to، نتبع الملاحظات التالية اللي هي شنو الملاحظات؟ ملاحظة واحد، نحذف عبارة asked إلى to، يعني ask someone، ask somebody، ask أي شخص to، شو نسوي له؟ نحذفها بالحل، أوكي؟ حذفنا الـ asked somebody حد من؟ إلى to، ذولين ينحذفون. بعد أنا عندي بالقاعدة فاعل لازم أجيب، وراء هاد او جوت مفعول به تصريف ثالث، شلون اجيبهم؟ ملاحظه ثانيه ايش يقول؟ نجد الفاعل قبل اسك، وين القى الفاعل؟ قبل اسك، انا مو حذفت اسك، اكو قبلها اسم ضمير، شو اسوي له؟ انزله كفاعل بالحل مالتي، اذا شنو الفاعل مالتي هنا؟ شي، نزلناه فاعل، منين جبناه؟ بعد ما حذفنا عباره اسك سمبدي او سمون او اي شخص تو، بعد ما حذفنا هالفاعل وين القاه؟ قبلها، جيد، ورا شو احتاج اني الفاعل؟ احتاج هاف او جيت. وليش ذكرنا هاف او جيت؟ لان دائما بالسؤال هو يذكر لي هاف او جيت بالمضارع، لكن انا بالحل شو اسوي؟ اخذ ماضيهم، يعني اذا هاف اخذ ماضيها هات، اذا جيت اخذ ماضيها جوت. زين هسه هنا ايش ذكر لي؟ ذكر لي هاف، يعني شو اخذ مالته؟ اخذ الماضي مالته، شنو الماضي مالته؟ هات. اوكي، هسه ايش قلنا؟ نزلنا الفاعل شي وراه هات حسب القاعده بالضبط. ورا شو يريد مني؟ يريد مني مفعول به. خلينا نشوف بالملاحظه وين نلقى المفعول به.
ملاحظة ثلاثة، نجد المفعول به في نهاية الجملة أو الأدق والأصح بعد الفعل. مو عندي فعل بالجملة، المفعول به ألقاه بعده أو في نهاية الجملة. خلنا نشتغل على الملاحظة، نجد المفعول به في نهاية الجملة. وين نهاية الجملة؟ هاي نهاية الجملة. إذا شو أسوي؟ أنزل the computer كشنو؟ كمفعول به. The computer نزلناها شنو؟ كمفعول به، صارت شي هذا the computer. بعد شو يريد منه بالقاعدة؟ حسب تسلسل القاعدة جاي أحل. يريد مني تصريف ثالث للفعل، مين اجيب تصريف ثالث للفعل؟ ركز وياي شو يقول؟ نشتق تصريف ثالث مين؟ من الفعل بعد تو. وين تو؟ احنا مو حذفنا عبارة ask somebody to ورا تو، شو يجيني؟ يجيني فعل. شو اشتق منه؟ تصريف ثالث. واضحة الفكرة؟ بعد تو شو القى؟ فعل، نشتق منه تصريف ثالث. هو دائما الفعل بعد تو يكون مجرد خالي من اي اضافة. انا شو اريده؟ اريده تصريف. ابغى اعلي الفعل فيكس، هل هو قياسي لو شاذ؟ ما موجود عندي بقائمه الشواذ، اذا يكون قياسي. شلون احوله تصريف؟ باضافه ايدي. ايش صارت الجمله؟ شي هاد ذا كمبيوتر فيكست. اوكي، حسب ما اشتغلنا حسب قاعده الهاف وجيت. ليش استخدمنا استاذ هاف مو جيت؟ لان هو حدد لي اياها بالسؤال. اوكي، طبعا المعنى هي طلبت من شخص ما ان يصلح الحاسوب، هذا المعنى السؤال. بالحل ايش صارت؟ شي هاد ذا كمبيوتر فيكست، لقد اصلح الحاسوب او صلحوا له الحاسوب. شوف المعنى شلون صار، انه هي استفادت من شخص ما صلح له الحاسوب. هذا كمعنى. كقاعده واضحه ان شاء الله. اذا عندي اسك somebody او someone او اي شخص او تو، نحذفهن، فاعل وين القاه؟ قبل اسكت. بعدها هاف او جيت، شلون استخدم هاف او جيت؟ انا استخدم ماضيهم. زين من هي منهم؟ اي وحده صحيح؟ لا، هو يحدد لي اياها بالسؤال. اذا قال لي هاف يريد هاف، اذا قال لي جيت يريد جيت. واضح؟ انا قال لي هاف، ايش سويت هنا؟ هاد، لان دام الموضوع بالماضي. ورا شو يريد مني؟ مفعول به، نجده في نهايه الجمله. ذا كمبيوتر، جبناه مفعول به. بعده ايش راد مني؟ راد مني تصريف ثالث، اشتقيناه من الفعل بعد تو، هذا تو ورا فعل مجرد، اشتقينا منه تصريف ثالث. واضح الفكره ان شاء الله. ناخذ بعد امثله حتى نتمرس على الطريقه اكثر. طلابنا المثال الثاني 2016 دور ثاني. I asked the mechanic to check the brakes. بين قوسين قال لي use have or make. يعني استاذ هنا شو يريد مني؟ يريد مني استخدم have لو make بكيفي؟ لا، هنا لازم اعرف انا من حسب المثال اللي عندي اشتغل على قاعده have لو اشتغل على قاعده make. طبعا مبدئيا احنا بعدنا بدايه القاعده الاولى، من نشرح القاعده الثانيه راح يكون جدا واضح عندك انه تشتغل على have لو make. لكن مبدئيا طالما عندي بالمثال ذكرنا عباره asked the mechanic to، اذا راح نشتغل على قاعده have. حدد لي have، راح نشتغل عليها من على قاعده have. ليش؟ لان عندي من دلائل القاعده الاولى ask someone somebody to، من القى واحد منهم ذولا بالجمله، يعني اشتغل على قاعده واحد. اذا راح نشتغل على قاعده have، نرجع لنفس الخطوات. اذا عندي قاعده have، ذكر لي عباره ask somebody، ask someone، ask اي شخص الى to، شو نسوي لها؟ تحذف عند الحل. راح نحذف ذولا عند الحل. اوكي، ملاحظه واحده، ايش قلنا عندي؟ نحذف عباره ask الى حد to. الفاعل وين القاه؟ القاه قبلها، قبل من؟ قبل الفعل ask، النزله كفاعل للجمله. ليش؟ لان قاعدتي تبدا بالفاعل، مين اجيبه؟ بعد ما احذف عباره ask الى to، قبلها يكون فاعل انزله، اسم ضمير انزله. وراها شريط have او get، قلنا احنا دائما نستخدم ماضيهم، had او got، شو تقولون؟ had لو got؟ استاذ طالما حدد لنا هاف، ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم بالقاعده هاف، اللي بالماضي ايش تصير؟ تصير هاد. بعد شو يريد مني؟ يريد مني مفعول به، بعد من حسب القاعده فاعل، هاد مفعول به. وين نلقاه؟ في نهايه الجمله. وين نهايه الجمله؟ the breaks. ورا المفعول به يريد من التصريف ثالث، مين نجيب التصريف ثالث؟ نشتقه من الفعل بعد تو، هاي تو هذا الفعل مالتي. شلون نشتقه منه فعل؟ انا قلنا دائما بعد تو القاه مجرد، لازم شو اسوي؟ تصريف ثالث، مباع للفعل قياسي لو شاذ؟ ما موجود بالشواذ، اذا هو شنو؟ قياسي. شلون نحول التصريف؟ نضيف له ايدي، checked. صارت الجمله I had the brakes checked. واضحه الفكره ان شاء الله؟ اذا نشتغل حسب القاعده، شنو دليلي؟ اسك الى حد تو واشتغل حسب الملاحظات. ناخذ بعد مثال 2016 دور اول، مثال خارجي طبعا ما موجود بالمنهج، وحتى كذلك المثال اللي قبله خارجي ايضا. My mother asked somebody
To paint the house, use get. هنا هو قبل حدد لي شو استخدم. استخدم get. إذا يا قاعدة، قاعدة الأولى اللي هي have لو get. أوكي. لقيت عبارة ask it somebody, ask it someone, ask it أي شخص. أي استاذ لقيناها هاي الask. حد من إلى to. شو نسوي لهن ذني؟ تحذف. حذفناهن. أوكي. مين أجي فاعل؟ ألقى قبل ask. نزلنا my mother كفاعل. تلقى كلمة كلمتين ضمير. تنزل كفاعل. أوكي. my mother وراها شريط قاعدتي. دائما اشتغل حسب تسلسل القاعدة والمعطيات اللي بالقاعدة. فاعل نزلته. have لو get. ايش قال لي هنا؟ get. بالماضي شو تصير؟ got. نزلت هالgot. بعد شو يريد مني؟ مفعول به. وين نلقاه؟ نهاية الجملة. the house. بعد ايش عندي؟ تصريف ثالث. مين نجيبه؟ من الفعل بعد to هاي to. شو اجيب منها؟ من بعد هالفعل تصريف ثالث. paint قياسي لو شاذ؟ قياسي ما موجود بالشواذ. اذا شو يصير؟ نضيف له اي دي حتى نحوله تصريف ثالث. زين استاذ هو دائما الفعل ورا تو مجرد ايه بهذا الموضوع دائما. زين استاذ دائما قياسي؟ لا صدفه مو دائما قياسي حسب انت لازم تعرفه شاذ لو قياسي. خلينا نلاحظ او العفو نراجع الملاحظات مالتنا بشكل سريع. انه فاعل منين جبته؟ قبل ask لقيت فاعل. بعد من بعد تو جبت تصريف ثالث. مفعول به مين؟ من الأخير. هاي معطيات اللي احتاجيناها مو؟ إذن هسا خلصنا الطريقة الأولى اللي نطبق بها قاعدة have و get. من عندي ألقى دلائل بالجملة ask somebody أو someone إلى حد to. هسا نروح على الطريقة الثانية. بعد ما كملنا الصيغة الأولى للقاعدة الأولى اللي إيش نلقى بها؟ نلقى بها الفعل ask إلى حد to. هسا عندي أمثلة ما راح نلقى بها الفعل ask. خلينا نلاحظ هنا سوية. مثلا the boy broke their window. وش قال لي؟ use have. طالما قال لي use have اذا هيا قاعده، قاعده have من موضوع الافعال السببيه. انا ما عندي غير موضوع بالمنهج انه عندي have و get و make when فقط بالافعال السببيه. فمن يقول لي use have يعني موضوع الافعال السببيه قاعده، قاعده واحد. لكن اجي ادور على عباره asked الى حد to موجوده بالجمله؟ ما موجوده. زين شو نسوي؟ نروح المن للطريقه الثانيه من القاعده الاولى وياي مصورنا على الملاحظات. شو تقول هاي الطريقه؟ اما اذا لم نجد عباره asked الى حد to شو نسوي؟ نحذف فاعل الجمله. يا جمله جملتي اللي بالسؤال مو تبدي الفاعل. الفاعل وين القاه؟ اول كلمه احذفها، احذف الفاعل مالتها ونشتق ضمير فاعل. نشتق شنو؟ ضمير فاعل. مين؟ من صفه التملك في المفعول به. هاي الراد لها وقفه شوي، ركزوا وياي طلابنا، نروح على المثال ونرجع للملاحظة بعدين. The boy broke their window، قال لي use have، لقيت ask إلى حد to؟ ما لقيته، شو أسوي؟ نحذف الفاعل الموجود وين؟ بجملتي، الفاعل عادة وين يصير؟ أول كلمة، هذا الفاعل، حذفناه، شو نجيب؟ ونشتق ضمير فاعل من ضمير التملك الموجود بالمفعول به. أستاذ هو المفعول وين؟ قلنا بنهاية الجملة، مو؟ أجل المفعول به هذا. Their window. اوكي عندي بي صفه تملك. شو اشتق منها؟ اشتق منها ضمير فاعل. اوكي مين؟ ام المفعول به. المفعول به طلابنا عاده شو يكون؟ لو صفه تملك زائد اسم. لو شنو هو؟ لو ذي واسم. واضحه الفكره؟ صفه تملك واسم، ذي واسم. هسه انا ايش عندي هنا؟ صفه تملك واسم. انا شو اشتق من المفعول به؟ من صفه تملك اشتق ضمير فاعل حسب من؟ حسب الملاحظه مالتي. شو تقول الملاحظه؟ اكرر، اذا ما لقينا عباره asked somebody, asked someone, asked اي شخص الى تو، شو نسوي؟ الفاعل اللي موجود بالجمله نحذفه. منين نجيب فاعل؟ من ضمير التملك الموجود وين؟ من صفة التملك العفو الموجود وين؟ في المفعول به. هسه عندي هنا ذير. ذير شلون اشتق منها؟ ضمير فاعل. مصورنا وياي. إذا عندي صفة تملك ماي اشتق منها اي. اور ناخذ منها وي. هيز هي. هير شي. يور يو. ذير ذي. ذولا صفات تملك وذولا ضمائر فاعل. انا شريد من صفات تملك اخذ فاعل. ايش عندي هنا صفة تملك ذير؟ إذا عندي ذير شو اخذ منها؟ اخذنا فاعل ذي. اوكي قاعد تبي ايش تبدي؟ تبدي فاعل. ما عندي اسك حتى القى قبلها فاعل. منين جبت الفاعل؟ حذفنا فاعل الجمله الاصليه واشتقينا من صفه التملك ضمير فاعل. اوكي خلصنا من الفاعل. ورا شريط
هاد او جوت اتفقنا بعد هاف وجيت ما يجي يجيني بس وين بالمنطوق. اما انا لازم شو اسوي؟ استخدم ماضيها بالحل. طالما قال لي استخدم هاف اذا بالحل شو تصير؟ تصير هاد. بعد شريد مفعول به، وين نلقى المفعول به؟ نفس الملاحظه مصور نرجع نجد المفعول به نهايه الجمله اللي وين بعد الفعل. هاي نهايه الجمله مفعول به طبعا بعد الفعل. أبوع نهاية الجملة. استاذ المفعول به هنا there window لو بس window. احنا قلنا المفعول به شي يكون صفة تملك واسم ذا واسم. يعني اخذه كله. استاذ مو there اخذنا منها فاعل. اشتقينا منها فاعل. على ضوءها اخذنا فاعل. لكن ما حذفناها استبدلناها فاعل. فش راح تصير؟ there window نزلناها كمفعول به. كامل نزلناه شنو؟ مفعول به. بعد شريط. اريد تصريف ثالث. مين نشتق التصريف ثالث؟ ملاحظه وياي. نشتق تصريف ثالث من فعل الجمله الاصلي. قبل شويه الملاحظه السابقه ايش قلنا او الصيغه السابقه كنا نجيب تصريف ثالث من الفعل بعد تو. هسه الجمله لو نلاحظ هي فاعل، فعل مفعول به، ما بها فعليا حتى نحدد يا فعل. فطالما عندي فعل واحد نشتق منه شنو؟ تصريف ثالث. بروك طبعا هو شاف. اوكي، شو يصير بالتصريف الثالث؟ يصير بروكن. صار عندي هنا broken. They had their window broken. Okay. شنو خطواتنا صارت؟ حذفنا الفاعل، جبنا منها اخذنا شنو؟ ضمير فاعل. وهذا كله شنو؟ مفعول به، مو؟ ومن هذا الفعل شو اخذنا؟ تصريف ثالث. واضحه الفكره؟ هاي المعطيات اللي اشتغلنا عليها بالملاحظه الثانيه. خلينا نتمرس اكثر على الصيغه هاي. عندي 2018 دور ثالث. مثال: Somebody stole their television. Okay. Somebody stole their television. قال لي use have. Have يعني يا موضوع أفعال السببية. قاعدة الأولى الثانية. قاعدة الأولى. قاعدة have. أجل الجملة. لقيت عبارة asked somebody, asked someone أو asked أي شخص إلى to. لا ما لقيته. شو أسوي؟ نحذف الفاعل الموجود بمكانه ونشتق ضمير فاعل من صفة التملك الموجود وين؟ بالمفعول به. أجل المفعول به. أيضا هنا أنا عندي their television. اوكي عاد اقول اي مفعول بهم ولا مثلا ذير تلفزيون مثلا خلينا نقول هيز تلفزيون حتى نغير هنا اوكي حتى نغير انه مو بس الذير اوكي somebody stole his television شو سوى هالثاني حذفت فاعل الجمله وشريط اريد ضمير فاعل من صفه التملك الموجوده وين بالمفعول به انا اذا عندي هيز شاخذ منه فاعل وياي عندي هيز شاخذ منه فاعل اخذ منه هي إذا جبت فاعل شنو؟ هي مين؟ من صفة التملك الموجود بالمفعول به. هاد لوغوت استاذ قال لي بالسؤال هاف، إذا شو يصير بالحل؟ يصير هاد لأن زمن الجملة دائما ماضي. بعد أريد مفعول به وين ألقاه؟ نهاية الجملة هيز تلفزيون تنزل مثل ما هي. بعد شريط حسب قاعدتي. تصريف ثالث مين اجيبه؟ من فعل الجمله الاصلي ستول ايضا شاف ايش راح يصير؟ ستولن. واضحه ان شاء الله؟ اذا معطياتي كالعاده فاعل الجمله بدايه الجمله حذفناه مين جبنا فاعل؟ من صفه التملك الموجود بالمفعول به نزلنا فاعل على ضوئه. قاعدتي هاد او جوت ايش محدد لي بالسؤال؟ انزل ماضيه هنا. قال لي هاف اخذها هاد، قال لي جيت اخذها جوت. مفعول به نهاية الجملة مع ضمير التملك نزله مثل ما هو وتصريف ثالث من فعل الجملة الأصلي اللي هو دائما بالزمن الماضي أوكي نأخذ بعد مثال 2017 دور أول A photographer took her picture أيضا مثال وزاري قال لي use get استخدم get أباوع للجملة لقيت عبارة asked إلى حتو لا ما لقيتها شو أسوي نحذف الفاعل الموجود بمكانها هذا كله فاعل احذفه ومين اجيب فاعل؟ من صفه التملك في المفعول به، وانا قال مفعول به نهايه الجمله، هاي نهايه الجمله. هير شاخذ منها فاعل، اذا عندي هير شاخذ منها؟ اخذ منها فاعل شي. نزلت الفاعل شي. بعد هاد لو جوت عندي جيت بالسؤال اذا شو تصير؟ جوت. ورا شريط مفعول به مين اجيبه؟ من نهايه الجمله. هير بيكتشر. بعد تصريف ثالث من فعل الجملة الأصلي فاعل فعل مفعول به مو subject verb object فاعل شنو من فعل الجملة الأصلي شاخذ آخر تصريف ثالث تك أيضا شاذ راح يصير taken
واضحة الفكرة إن شاء الله. هاي الطريقة أو الصيغة الثانية اللي تجينا حسب من؟ حسب القاعدة الأولى. بقت الصيغة الثالثة اللي هي تقريباً جزء من هاي الصيغة، يعني فرق بس المفعول الفاعل مين أجيبه لا أكثر. أوكي خليكم ويانا. أوكي طلاب، هسا الصيغة الثالثة أو الطريقة الثالثة للقاعدة الأولى شن طاني؟ أيضاً مثال، إيش قال لي؟ The thief stole the phone of the old man. أباعل الجملة قال لي use have. Have يعني يا قاعدة؟ قاعدة واحد نستخدم بها have أو get، حدد لي استخدم have. أباعل لقيت عبارة ask it وراها somebody someone إلى to، لا ما لقيت. إحنا إذا ما لقينا شن سوى مساعة؟ نحذف الفاعل أول كلمة ونشتق ضمير فاعل من صفة التملك الموجودة بالمفعول به. أنا المفعول به هو نلقاه نهاية الجملة. أباعل ما عندي صفة تملك، كل شيء ما عندي هنا حتى اشتق منه فاعل. إيش لقيت؟ لقيت of. واضحة الفكرة؟ هاي الطريقة الثالثة. ما راح ألقى صفة تملك حتى اشتق منها شنو فاعل. إيش راح ألقى؟ راح ألقى of. هاي بيها ملاحظة. تعالوا ويانا على الملاحظة. أما إذا لم نجد عبارة asked إلى to، نحذف فاعل الجملة نفس الطريقة السابقة نحذفه. أول كلمة نلقاه وما بعد of. إيش عندي ما بعد of؟ ركز وياي. هاي of. بعدها فاعل وقبلها مفعول به. واضح؟ يعني الفاعل مين نلقاه؟ الكلمات اللي بعدها كلها نزلها فاعل، واللي قبلها شو اسوي؟ مفعول به. حسب الملاحظة وينها of؟ هاي. فاعل مين اجيبه؟ بعدها فاعل. قبلها شو يكون؟ مفعول به. هاي الطريقة زادت عندي بالصيغة الثالثة، أوكي؟ يعني من الساعة كان عندي صفة تملك، هسه ما عندي صفة تملك، شو عندي؟ عندي of، هي أحد طرق التملك طبعًا. شو راح أسوي؟ ما بعد of آخذه فاعل، وما قبل of مفعول به، ونكمل حسب القاعدة مالتنا، نشتغل. نحذف فاعل الجملة، مين نجيب فاعل؟ ما بعد of، شو راح يصير؟ The old man. بعد شريد have أو get اللي صير had لو got، حسب من؟ شو عندي بالمنطوق؟ هاف، إذا شو تصير؟ هاد. بعد شو يريد مني؟ مفعول به، المفعول به هنا وين ألقاه؟ ما قبل of اللي هو من هو؟ The phone. بعد شو يريد مني؟ تصريف ثالث من فعل الجملة الأصل، وين فعل الجملة؟ هذا فاعل وراء فعل stole، تصريف ثالث أريده شو يصير؟ يصير stolen. وصلت الفكرة؟ شنو الجديد عندي؟ الفاعل والمفعول به اختلف مكانهم. من الساعة عندي ضمير صفة تملك اشتق منها ضمير فاعل، والمفعول به هو نفسه اللي بصفة تملك. أما هسه عندي of بعدها فاعل قبلها مفعول به، بس هذا نظام جديد لا اشتقاق ولا شيء. أنا أشوف الملاحظة أسهل من اللي قبلها، بس كون تحفظها تعرفها. نأخذ بعد مثال. المثال الثاني 2018 دور أول. A photographer took a picture of the witness. وش قال لي؟ use get. من قال لي use get؟ يعني يا قاعدة، قاعدة أولى هاد وغوت أو هاف وغيت. زين أوكي، أجي نفس ملاحظتي، لقيت asked وراها اسم وراها to، ask somebody ask someone ask أي شخص to، لا ما لقيت. إذا ما لقيت شو أسوي؟ نحذف الفاعل الموجود أول كلمة. حذفت الفاعل، مين أجيب الفاعل؟ لو عندي صفة تملك وأخذ منها لو of، ماكو غير طريقة بعد. أجي إيش لقيت هنا عندي؟ لقيت of. إذا لقينا of، ما بعده of شو يكون؟ فاعل، وما قبله of شو يكون؟ مفعول به. هاي طريقتنا ثابته. لقيت صفه تملك اخذ منها فاعل. اوكي هسه عندي of، ما بعده of شو يكون؟ the witness، نزلناه شنو؟ فاعل الجمله مالتي. ورا الفاعل شريط had او got. شو عندي هنا؟ get. اذا عندي get شاخذ اخذ got، الماضي مالتها نزلنا got. بعدها شريط اريد مفعول به، مين اجيب المفعول به؟ قلنا اذا عندي of ما بعدها فاعل، ما قبلها شو يكون؟ مفعول به. a picture، نزلنا ال a picture كمفعول به. بعد شريد، بعد المفعول به اريد تصريف ثالث، مين نجيب تصريف ثالث؟ من فعل الجمله الاصلي، فاعل حذفناه وراء مباشره شو القي؟ القي فعل took من الشواذ. شو يصير بالتصريف الثالث؟ taken. طبعا جاي تشوفون اهميه التصاريف جدا مهمه، وبكل موضوع عندي موجودات. the witness got a picture taken. بعد ملاحظة إضافية أنا ما ذكرتها، شنو هاي الملاحظة؟ يقول إذا عندي of ما بعدها يكون فاعل وما قبلها مفعول به، نزلنا الفاعل ونزلنا got لأن هو حدد لي get بالجملة المفعول به. إذا الفاعل مالتي مذكر أقول his، يلا المفعول به أنزله. إذا الفاعل مالتي مؤنث أقول her،
يلا المفعول به، واذا نزلت المفعول به مثل ما هو هم مشكله. هنا الوتنس شاهد ممكن يكون مذكر ممكن يكون مؤنث، فاذا قلت هيز او هير صحيح، او ابقي المفعول به مثل ما هو ابيكتشر مثل ما موجود انزله، الثلاث حالات صحيح. فانت ليش تعب نفسك بذول هيز وهير؟ لازم تعرف معنى. احنا الموضوع جاي نشرحه هسه حاليا بدون معنى، تقدر تكتفي بنفس المفعول به وتنزله. واضحه الفكره؟ تقريبا هاي ثلاث صيغ اللي موجوده شنو على القاعده الاولى. عندي الصيغه الاخرى اللي هن صيغتين، هاي وصيغه ميك ان شاء الله بالمحاضره القادمه، يجون بصيغه اختيارات. شلون يجون بصيغه اختيارات؟ مثلا 2017 دور ثاني، she got the window fixed low fixed. طبعا هذه يجين وين؟ سؤال قواعد. السؤال الثاني فرع بي صيغه الاختيارات. اوكي، she got the window fixed low fixed، انا اباوع للجمله، هنا أنا مجرد وهنا تصريف ثالث. شلون اعرف الموضوع؟ ايش لقيت هنا؟ got. got عندي هنا ايش تاخذ؟ فعل، تاخذ تصريف ثالث. واضحه الفكره؟ اما ان شاء الله باكر من ناخذ المحاضره القادمه من ناخذ القاعده مال ميك اللي تصير ميد تاخذ فعل مجرد، فهذا الفروقات اللي بيناتهم. يعني اذا لقيت got او had شاخذ اني اخذ تصريف ثالث. اوكي، الى هنا كملنا الجزء الاول من موضوعنا اللي يتعلق بقاعده هاف وجوت. انتظرونا ان شاء الله بالحلقه القادمه نشرح لكم ميك وصيغ اضافيه ايضا تربط الموضوعين. شكرا لمتابعتكم.